استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تخرج سموه من الكلية البحرية الملكية البريطانية وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف وجائزة آمر الكلية. وخلال اللقاء هنا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بهذا التفوق والإنجاز المشرف الذي حققه سموه لجهوده الطيبة في التحصيل العلمي والانضباط العسكري، مؤكدا أن سموه ما حققه سمو الشيخ عيسى بن سلمان يبعث على الاعتزاز ويعكس بصورة واضحة روح المثابرة التي يتمتع بها شباب مملكة البحرين حتى أصبحوا مثالا يحتذى في التميز والإبداع في مختلف المجالات، متمنيا سموه له المزيد من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عن الاعتزاز والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تهاني سموه بهذه المناسبة، منوها بدعم سموه وحرصه على تهيئة الأجواء التي تحفز الشباب البحريني على العطاء والإبداع.